مشهد صادم ومؤلم. الجدة غتفارق عائلتها، وهذه هي الحرب، حرب الدمار، حرب خراب، حرب تشريد لعدة عائلات. ما سخاتش مسكينة، كل واحد غيمشي لبلاصة، ولكن ما عندها ما دير. عنقاتني وبكات، بقات بوحدها. أصعب مشهد وأألم منظر هو ديال بنيتها ملي بغات تفارق الجدة ديالها. حنا تنعرفوا العلاقة ديال الأطفال مع الجداوات ديالهم كيفاش دايرة. الله يكون معاهم، الله يكون مع الجميع يا رب. بكاتني بكل صدق. مازال مسكينه كتقلب، مازال كتطلع اليوم. عائله اوكرانيه تشردات بسبب القصف الروسي على اوكرانيا. يونس كيفاش تفارقوا ورا الحرب هذه، كل واحد وفين كيمشي وكل واحد فين كتلوحوا. هي مرا كبيره ما تقدرش تحرك من هنا، غيشوفوا وين غيديوها، وهما راهم باقيين صغار وباقيين صحاحر يقدروا يمشيو لبلاد اخرى. ما تقدرش تمشي معاهم حيت هي مرا كبيره، ما تقدرش تمشي معاهم. خاص هادو اللي هنا يتكلفوا بها، يشوفوا فين يديوها. هاد البلاصه هادي راه هي النقطه الحدوديه، المعبر اللي كاين اقرب نقطه لاوكرانيا. هذا هو المعبر الحدودي. كان هيكيو نو واي يو دونت جو ويز واي نادا نو كيري. انا سولتها علاش ما مشاتش معاهم، قالت لي لا ما بغيتش، ما بغاتش تعطيني الاسباب. سولتها واش نقدر نساعدها، قالت لي وهنا كاين بزاف الناس اللي غيقدروا يساعدوها. باي باي.